السلام عليكم ورحمة الله. طلاب الصف الثاني المتوسط، مرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية للمنهاج العراقي. Unit 5 Lesson 3 تمرين A Activity Book. نقرأ شو طالبين منا. Read each sentence. Circle the word that means the same as the underlined word. إذن موجودة عندنا مجموعة كلمات A, B, C، وفي كلمة من ضمن الجملة، كل جملة حاطين كلمة من الكلمات حاطين تحتها خط. بدهم طبعا نفس المعنى أو نفس المعنى، نختار نحن كلمة من هالكلمات اللي تناسب المعنى. إذن في معنى مماثل لهذا المعنى، نفس المعنى للكلمة اللي مشاة تحتها خط. خلينا نقرأ. Nora was depressed because her best friend was in hospital. Then Nora was depressed because her best friend was in hospital. إذن depressed شو معناها؟ كانت حزينة. إذن نورا كانت حزينة، ليش؟ لأن صديقتها المفضلة كانت في المشفى. لنقرأ الكلمات اللي أعطينا إياها. A happy, sad, excited. إذن happy كانت سعيدة، sad معناتها حزينة، excited كانت متحمسة. طبعا الجملة أو الكلمة المتماثلة مع depressed هي حزينة يلي هي sad. إذن sad تحمل نفس المعنى، sad و depressed يعني حزين. الجملة الثانية. جميل galloped along the street and was the first of the family to reach home. إذن جميل galloped along the street and was the first of the family to reach home. إذن شو معنات galloped؟ galloped اللي هي معناتها ركض بسرعة. خلينا نشوف الكلمات الموجودة هون. ran معناتها ركض، walked تمشى، fell معناتها وقع أو سقط. إذن الكلمة المناسبة أو المتماثلة في المعنى مع galloped اللي هي ران. إذن ران معناتها ركض. الجملة الثالثة. نادية is cautious girl. She always looks left and right before crossing the street. نادية is cautious girl. She always looks left and right before crossing the street. نادية هي فتاة حريصة. إذا cautious معناتها حريص. She always هي دائما تنظر إلى اليمين وإلى اليسار قبل عبورها إلى الشارع. خلينا نشوف الكلمات. tidy tidy careful lazy. طبعا شو الكلام؟ tidy معناته مرتب، careful معناته حريص او حذر، lazy معناته كسول. اذا cautious تناسب كلمة careful. اذا الثنتين لهما نفس المعنى. اذا cautious و careful، galloped run، depressed و sad. هذا تمرين طلاب مهم جدا جدا اللي هي المعاني المتماثلة اللي بسموها synonyms. المعاني المتماثلة اللي هن synonyms. خلينا أعيد لكم ياهم. Nora was depressed because her best friend was in hospital. إذن depressed تماثل sad. Jamil galloped along the street and was the first of the family to reach home. galloped يبقى نفس هران. Nadia is a cautious girl. She always looks left and right before crossing the street. إذا cautious يبقى نفسها careful حذرة يعني. Lesson 4 Activity Book. طلاب في عنا التمرين تمرين A. تمرين A جدا مهم. Use the present passive forms of these verbs to complete the sentences. Some are used more than once. إذن بدنا نستخدم شو طلاب؟ بدنا نستخدم present passive. Present passive شو هي صيغته؟ صيغته طبعا اللي هو subject اللي كان بالأصل هو object. اللي هو بالأصل object بالجملة الأصلية. صار عندنا subject. بحط بعد منه are أو is حسب. إذا كان مفرد بحط is،
وإذا كان جمع بحط آر زائد verb 3. إذن اللي هو الأوبجكت زائد is أو are زائد verb 3. طبعا الis أو الار فعل الكون بنحط شو حسب ما بيكون. إذا كان اللي قبله اللي هو الفاعل اللي هو بالأصل مفعول به طبعا بالجملة الأصلية، إذا كان مفرد بنحط is، وإذا كان جمع بنحط إذا كان جمع بنحط آر. إذن شو هنا الكلمات؟ print, read, edit, write, send, sell, insert. طبعا بيقول لك إنه في كلمات نقدر نستخدمها أكثر من مرة، اللي حاطين هن ضرب 2. يعني شو المقصود؟ إنه نستخدمها نحن مرتين. ضرب 3 اللي هي المقصود فيها نستخدمها 3 مرات. خلينا نشوف طلاب نقرأ نشوف شو موجود. On Monday morning an article فراغ in Cairo. On Monday morning an article فراغ in Cairo. إذا شو بصير الحل؟ هي بدنا نحط نحنا الفعل write، بدنا نحطه شو write، بدنا نحطه في حالة الباسيف فويس اللي هو المبني للمجهول في حالة الحاضر. On Monday morning an article، إذا الارتيكل مفرد، شو بنحط نحنا؟ بنحط is، إذا بنحط فعل الكون is، وبنحط write بالverb 3. إذا On Monday morning an article is written in Cairo. إذا التصريف الثالث من write هي written. إذا تصريف write شو هي؟ write, wrote, written. إذا written. An article is written in Cairo. الجملة اللي بعدها next it فراغ by email to a newspaper office in Baghdad. إذا منعيد الجملة next it فراغ by email to a newspaper office in Baghdad. شو بنحط نحن بالجملة الثانية يلي هي send، بس بنحطها بالتصريف الثالث، وهون موجود عندنا اللي هي it. الit هي مفرد، إذا المفرد شو بياخد؟ فعل كون بياخد is. إذا next it is sent، إذا التصريف الثالث من send اللي هي sent. شو التصريف تبع send؟ send sent sent. إذا التصريف الثالث هي sent. إذا بعيد الكون جملة مع الجواب. Next, it is sent by email to a newspaper office in Baghdad. خلينا نشوف الجملة الثالثة. When the article arrives, it فراغ by an editor. When the article arrives, it فراغ by an editor. إذن ثلاث اللي هي الفعل مستخدم الفعل read. تمام؟ الفعل read شو تصريفه؟ بيظل مثل ما هو بالتصريف الأول والثاني والثالث. إذن read read read. تمام طلاب؟ شو بتصير؟ when the article arrives it، إذن عندنا هون it هي مفرد، إذن تأخذ شو؟ تأخذ is. إذن it is read by an editor. when the article arrives it is read by an editor. بنشوف الجملة الرابعة. If the editor likes the article, إذن if the editor likes the article, it فراغ and فراغ into the newspaper. إذن في عندنا هون شو لازم نحط كلمتين. إذن أول كلمة بدنا نحطها اللي هي edit، التصريف الثالث تبع edit اللي هي edited، وهون موجود عندنا مفرد it مفرد، إذن نكتب it is edited and inserted. إذن and inserted لأنه في عطف. تمام، ما بنحط فعل الكون ما بنكرره. اذا it is edited and inserted او inserted into the newspaper. اذا شو بتصير الجمله؟ if the editor likes the article it is edited and inserted into the newspaper. خلينا نشوف الجمله الخامسه. then it فراغ to the printing press and at night the newspapers فراغ. إذن شو بتصير الجملة الخامسة؟ الحل then it is sent. إذن مرد نستخدم كمان sent. ليش؟ لأنه قالوا لنا نستخدمها أكثر من مرة. إذن شو التصريف الثالث من send اللي هي sent؟ وما أنه it موجودة فبنحط نحن فعل الكون is. then it is sent. تمام؟ to the printing press and at night the newspapers. تمام؟ كون الجمع. تمام؟ are printed. إذن the newspapers are printed. إذن بنحط are فعل الكون الجمع printed are printed.
تمام طلاب؟ إذا برجع عيد لكم الخامسة. Then it is sent to the printing press and at night the newspapers are printed. خلينا نشوف ستة. Early on Tuesday morning the newspapers فراغ to the shops. إذا early on Tuesday morning the newspapers إذا بالفراغ شو بنحط بالستة are sent. Then are sent لأنه شو؟ لأن هون عندنا جمع تعامل مع الجمع. إذا بتاخذ فعل يكون are والفعل اللي بدنا نستخدمه اللي هي sent بتصير بالتصريف الثالث sent. إذا early on Tuesday morning the newspapers are sent to the shops. تمام طلاب؟ خلينا نشوف الجملة اللي بعدها اللي هي السبعة. When the shops open the newspapers جمع أكيد بدنا نحط فعل يكون اللي هو are. إذا are وبنستخدم نحن sell بصير بالتصريف الثالث sold. إذا are sold. إذا بعيد لكم حل الجملة السابعة. When the shops open the newspapers are sold. خلينا نشوف الجملة الثامنة. Finally the article. إذا الارتيكل هون شو؟ الارتيكل هي مفرد. إذا تأخذ فعل الكون اللي هو شو؟ اللي هو is. إذا finally the article is read. إذا is نستخدم فعل الكون is. Finally the article is read. إذا نستخدم شو؟ is read. خلينا نشوف برجع بعيد لكم تصاريف الأفعال. إذا التصريف الثالث من print هي printed. التصريف الثالث من read هي نفسها read. التصريف الثالث من edit اللي هي edited. التصريف الثالث من write اللي هي written double t طبعا. التصريف الثالث من send اللي هي sent. التصريف الثالث من sell اللي هي sold. التصريف الثالث من insert اللي هي inserted. ليش؟ لأنه المبني للمجهول دائما بياخذ شو؟ بياخذ التصريف الثالث من الفعل. ودائما نحن كنا نسميه شو؟ نسميه verb 3. تمام طلاب؟ طبعا هون بحالة الحاضر. إذا المبني المجهول في حالة الحاضر. إذا بنحط فعل كون is أو are زائد الverb 3. طبعا is بنحطها لما يكون الفاعل اللي هو بالأصل شو؟ بالأصل الجملة الأصلية والمفعول به. لأنه نحن بحالة المبني المجهول بنخلي المفعول به اللي بالجملة الأصلية بنخليه بالجملة الجديدة هو الفاعل هو subject. إذن إذا كان subject الجديد إذا كان مفرد بنحط is فعل يكون زائد verb 3. وإذا كان جمع بنحط له شو؟ are زائد verb 3. تمام طلاب؟ طبعا طلاب هذا التمرين جدا مهم كثير مهم اللي هو استخدام المبني المجهول في حالة الحاضر. شو كاتبين هون؟ use the present passive. إذن المبني المجهول في حالة الحاضر مثل ما أعطيتكم إياها من شوي اللي هو subject الجديد تمام زائد is أو are زائد verb 3 اللي هو التصريف الثالث للفعل. هون طلاب بتكون محاضرة اليوم خلصت ولنا لقاء إن شاء الله بالمحاضرة الجاية بإذن الله. نلقاكم على خير بإذن الله. الله يعطيكم العافية.